السنه دي المهرجان خاص بالاعمال المصريه، بس انا اتمنى فعلا انه يبقى المهرجان دولي مستقبلا ويبقى فيه من كل الوطن العربي يشاركونا. الاستثناء كمان ان احنا اول مره بنعمل مهرجان في العالمين، يعني مهرجان فني في العالمين، وانا اتمنى يا ريت ان كل الزملاء والزميلات، يعني نداء من خلالكم انهم يكونوا موجودين في هذا المهرجان عشان نحتفل ونفرح كلنا بالدراما والفن المصري الجميل والدراما اللي عمرها 60 سنة. اكيد احنا مش بنحتفل بس بالاعمال اللي اتعرضت السنة دي، الاحتفالية ل60 سنة، فكل الفنانين اكيد شاركوا، فاتمنى انها تبقى تظاهرة كبيرة جدا. والمكان الحقيقة رائع وجميل، يعني انا حكولي قبل ما نبدأ ازاي هتبقى شكل الحفلة، ومتوضبة على مستوى عالي جدا، الشياكة والديكورات وعلى البحر، وعلى البحر عايزة اقول للستات عشان بيقلقوا على البحر يقولك يعني نلبسي كعب عالي، لا احنا مش هنبقى على الرملة ما تقلقوش، فلبسوا براحتكم يعني سواريهات وكعب عالي، بس انا نفسي حقيقي ان كل الفنانين والفنانات يبقوا موجودين، نفرح بفننا ونفرح ببلدنا، نفرح بمصر قد ايه كل يوم بقى فيها شيء جديد وجميل وبنفتخر بيه قدام العالم كله، والعالم كله دلوقتي عينيه على مصر، يعني ان كل الاشياء الجديده والجميله والمناطق الجديده السياحيه اللي اتفتحت في مصر، فاحنا اكيد مشجعين جدا لمدينه العالمين، وبنتمنى لها انها تبقى يعني من اهم الدول في العالم لانها حقيقي تستحق ده.